ومعنا لمزيد من التفاصيل حول الموضوع الدكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور هلال. عليكم السلام، أسعد الله مساكم بكل خير. دكتور، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي يؤكد أن كل ما أنفقته أمريكا في العراق صب في مصلحة طهران، هل من شرح أكثر؟ يعني كيف صب هذا الدعم في مصلحتها وفي مصلحة النظام الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما تفضل به تقريركم أن حول الدور الأمريكي في تثبيت الوجود الإيراني في المنطقة وإطلاق يدها، هذا كلام هو حقيقة في عين الصواب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكزت في احتلالها على العراق على الحقد الإيراني على العراق وعلى الإرث الأسود لإيران مع جيرانها من العرب ابتداء من العراق. كلنا نعلم كيف كان المشروع الأمريكي منذ البداية قبل احتلال العراق في مؤتمر لندن عام 2002 وما تلاها وما سبقها، أطلقت اليد للأحزاب الإيرانية التي كانت تمثل الجناح حزب الدعوة والمجلس الأعلى والثورة الإيرانية، أحد مرتكزات هذه الأحزاب التي أسست في إيران. وكلنا نعلم أن منظمة بدر والمجلس الأعلى وحزب الدعوة كانوا يعملون مع الجيش الإيراني وبأمة الإيرانيين، والإيرانيون بعد أن خسروا الحرب 8 سنوات المباشرة بالمواجهة العسكرية أعادوا الخطة التي تستند إلى المراحل الثلاثة التي تحدثنا عنها، والقوى العسكرية والقوى الفكرية والقوى الاقتصادية. ومن ثم بعد الاحتلال سلمت مقاليد الأمور العراق بشكل رسمي للأحزاب الإيرانية الاثنين بالتعاون مع الحزبين الكرديين في مؤتمر لندن. هذا جانب. الجانب الثاني، بعد الاحتلال مباشرة عندما دخلت القوات الأمريكية إلى العراق كان هناك تعاونا وثيقا ما بين المخابرات الإيرانية والقوات الأمريكية، وهناك اجتماعات دورية كانت في السفارة الأمريكية في بغداد، وأحد الاجتماعات حضرها إياد علاوي كان رئيس وزراء، ومعروف طيب ماذا حصل من ملء الفراغ. هل لا زال التعهد الأمريكي سياسيا وإعلاميا بدون خطوة على الأرض؟ يعني القضية الإعلامية دعنا نضعها جانبا، لأنه قضية الشيطان الأكبر الذي صدعت إيران رؤوسنا بها منذ 79 ولحد الآن، هذه دعاية إعلامية رخيصة أثبتت القرائن والأحداث والأدلة بأنهم هم أصحاب مشروع واحد، أو هناك تخادم كبير ما بين المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني الأمريكي في العراق وفي المنطقة. واستخدمت إيران ولا زالت تستخدم وتدعم ميليشياتها وأحزابها وغض الطرف عن التواجد الإيراني، كما أن كل الصحف الأمريكية بعد الاحتلال وقبيل الانسحاب الأمريكي من العراق كانت تبشر بأن إيران هي من ستملأ الفراغ، وهذا الكلام ليس اعتباطا وإنما هي خطة. النيغرابونتي عندما أتى للعراق أسس فرق الموت من الأحزاب الشيعية والميليشيات الشيعية، دمج الميليشيات الشيعية اللي كانت تقاتل العراق في حرب 8 سنوات مع الجيش العراقي لتقود تملك زمام الأذور، ومن ثم تشجيعها للميليشيات المنفلتة التي أسست على ضوء الجهاد الكفاية ومن ثم الحشد الشعبي وتسليحها لهذه الميليشيات وتسرب الأسلحة إلى إيران. الآن القيادة مباشرة بيد إيران، فمن المستفيد من الاحتلال الأمريكي للعراق؟ أمريكا أم إيران؟ أنا أقول لك في الدرجة الأولى إيران، والدرجة الثانية الكيان الصهيوني الذي أتت أمريكا من أجله. اليوم ميليشيا الحشد المدعومة من الحرس الثوري الإيراني تؤكد مشاركتها في معركة تل عفر رغم معارضة أطراف دولية ومحلية، هل يعني هذا ضوءا أمريكيا أخضر لتمدد هذه الميليشيا داخل وخارج العراق؟ الميليشيا الإيرانية المدعومة إيرانيا بقيادة إيرانية لا غبار عليها ستشارك وشاركت في كل المعارك تحت بأسمائها الصريحة وبأسماء عسكرية. يعني لاحظ ان هذا الضحك على الذقون انه الميليشيات لم تدخل للموصل، دخلت الى الموصل وشاهدها العالم كله كيف ترفع الشعارات الطائفيه وكيف تتصرف. اذا هناك رضا امريكي وضوء اخضر امريكي
للوجود الحشد وهو أحد ركائز الاحتلال في العراق. لولا الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة وما سبقها من أحداث لما ظهرت حركات تتطرف وتطرف المراد واستثمارا أمريكيا إيرانيا لتدمير مناطق محددة بعينها، مناطق أهل السنة اللي قامت منها المقاومة وضرب محاولة ضعاف المقاومة إلى أكبر حد ممكن. هذا من قدم هذه الخدمة لولا وجود كل هذه المسميات التي تدعم أمريكا عالميا؟ أما الأطراف الدولية، من هي الأطراف الدولية التي تعارض؟ تركيا لا تستطيع أن تفعل شيئا، أما الذين متواجدون على الأرض ينفذون سياسة واضحة. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا في جولة العراق اليوم، شكرا جزيلا لك.